فكرتي شي مرة أنه هالبنت من عمر 9 سنين فقدت بيا وانحرمت من أمها؟ يعني خسرت كل الحنية، ما في حنان لا من الأم ولا من الأب، ربيت في نوع من الجفا والجفاف العاطفي، ما كان في عندها حدا. تفكري بهالموضوع؟ أنا بفكر فيه للموضوع، بس حنيتي لا ما بعرف. أقولك إذا لقيناها منلاقيها قاسية؟ ما بعتقد. شريفة، اليوم إذا طفل بيروح على المدرسة أول يوم، تاني يوم، تاني أسبوع، بحس حاله انسلخ عن أمه، بيحقد على أهله بمطرح إنه ليه تركتوني. كيف سعدية اللي راحت من بلد لبلد انسلخت منك من أمها بمشهد يمكن ولا بعمره تنسي، مشهد المطار نهار اللي تركتوها ووصلت بيا مات؟ يعني مش سهلة، لقيت حالة بين إخوي ما بتعرفهم، بلد ما بتعرفها. عم تتخيلي كيف عايشت؟ بتخيل إنه بعيدة عني. بس بقلبك شو بيقول؟ بينك وبين قلبك شو بتقول؟ بقول لها إحساسي بدي لاقيها وترجع تحن علي من أول وجديد. تعتبري حالك عندك مهمة صعبة كتير إنه ترجعي تخلي بنتك تحبك؟ حاول أكتر ما في أعطيها حناني أكتر، بس لا لاقيها. شو رح تعمل؟ ححضنها، ولا أنا ما رح أتخلى عنك. صورة مين من أهلك عبالك تفرجيها؟ تقولي لها هيدي مين؟ خيي متوفي، له 5 سنين متوفي، بدي أقول لها هيدا خالك. بتعرف خالة؟ ايه بتعرف، يعني تلاميح بس هيك. انت بتعرفي انه اذا لقيناها لسعدية بتحكي مصري ما بتحكي لبناني؟ هي كان عمرها 9 سنين وما كانش تلفظ مصري، بس هلا عايشت بمصر، اذا بعدها موجوده اكيد موجوده بمصر، تتقن اللهجه المصريه. انت بتعرفي مصري؟ شوي. تكلمي معي. بتعرف تتكلم مصري؟ زيك. كويس الحمد لله. على كل حال شريفة، إذا لقينا بنتك سعدية، الزمن وحده كفيل إنه يرمم اللي تصدع ويفتح صفحة جديدة. إن شاء الله. حصلي له ليل ونهار تبارك العالمين. وأنا رح أكون سعيد كتير إذا رح يكون عندنا حصة بهذه الصفحة الجديدة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يتمم بخير.